وخلال فصل الصيف تنتشر حساسية الغبار، وهي ردة فعل تحسسية من الجسم تجاه الميكروبات الموجودة في موجات الغبار، وقد تسبب أيضا التهاب الجيوب الأنفية المزمن لإصابة بنوبات الربو الشديدة. وتعرض بعض الأشخاص للغبار قد يتطلب رعاية طبية طارئة والتأكد من نظافة المنزل بشكل جيد من أثار الغبار، خاصة غرف النوم والأرضية والفرش. كذلك أيضا تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة لتفادي حصول أي مضاعفات. والحديث أكثر عن هالموضوع ينضم معي عبر الزوم من الرياض استشاري الأمراض الصدرية والحساسية والربو الأستاذ الدكتور سعد الشريف. بروفيسور سعد، مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين، وسعيد أيضا بالتواجد معكم اليوم. خلنا نبدأ، يعني ما المقصود بحساسية الغبار؟ وهل هذه الحساسية منتشرة عندنا في المملكة؟ هل هناك إحصائيات؟ طيب، هذا سؤال جميل. الحقيقة أن من المهم أن نفرق بين الغبار، يعني المصطلح الشائع عندنا الغبار نقصد بها العواصف الرملية زي المواسم الموجودة الأيام هذه، وبين عثة الغبار أو الحشرات الصغيرة التي لا ترى عادة بالعين المجردة وتعيش عادة في المنازل وتستوطن غرف النوم والمفروشات. ففي فرق بين الموضوعين. عثة الغبار هي تعتبر مثير للحساسية، مثلها مثل حبوب اللقاح، مثل العواصف الرملية اللي نقصد بها الغبار، مثل الحيوانات الأليفة والعطور والمنظفات وغيرها. إذا تعرض الإنسان لأي مثير مع قابلية لحدوث الحساسية يكون في تفاعل تحسسي، والتفاعل التحسسي هذا اللي يحدث الحساسية، وتكون الحساسية غالبا إما حساسية أنف أو جيوب أنفية أو ربو أو حساسية جلد. عثة الغبار تكون متواجدة في الأماكن اللي فيها رطوبة عالية أو درجة حرارة معتدلة، هي تحتاج عشان تعيش على الأقل على نسبة رطوبة لا تقل عن 50%. الرياض اليوم مثلا درجة الرطوبة عندنا في الرياض 6%، فغالبا ما يوجد يعني أو لا يوجد يعني مشكلة في عثة الغبار تسبب حساسية في مناطق جافة ومناطق عالية الحرارة زي مثلا مدينة الرياض أو منطقة الرياض. ربما يكون تواجدها بشكل أكبر في المناطق الساحلية اللي تكون فيها درجات الرطوبة عالية ويكون فيها درجات الحرارة معتدلة، لكن بشكل عام هي حساسية معروفة تصيب حوالي 10% من المجتمعات بشكل عام، وتزيد نسبة احتمالية حدوثها للأشخاص اللي لديهم أمراض حساسية زي مرضى الربو وحساسية الأنف وحساسية الجلد والجيوب الأنفية. يعني كنا في السابق بروفيسور سعد كان الأجواء عندنا مغبرة، لكن يعني هناك في وزارة البيئة والمياه والزراعة أصدروا، يعني أنه ذكروا معدلات الغبار والعواصف الرملية في المملكة أصبحت الأقل تقريبا من 20 عام، تقريبا 90% سماء صافية وأفقية ونقية في الجو عندنا في المملكة. هنا نتكلم إحنا عن الأجواء الغبارية، كنا نشوف الأطفال يتحسسون، هل هذا يعتبر من الربو ولا هذه حساسية الغبار؟ لا، الحمد لله، احنا طبعا الملاحظ جدا اللي هو انخفاض مستويات العواصف الرملية للسنة هذه والعام الماضي أيضا مقارنة بالسنوات السابقة، وهذا الحمد لله شيء جيد. لكن الحساسية بشكل عام يعتمد على حسب نوع المحسس. إذا بنتكلم على مثير الحساسية أو مثير الحساسية مثل ما أشرت، قد يكون إما عواصف رملية الغبار أو عثة الغبار أو غيرها من المثيرات المعروفة مثل العطور عثة والمنظفات. الغبار هذه متى تجي يا بروفيسور سعد؟ هي متواجدة طوال السنة، يعني لا يوجد موسم لها، هي متواجدة
في المناطق اللي تكون فيها الرطوبة عالية ودرجة الحرارة معتدلة، هي تحتاج عشان تعيش درجة الرطوبة لا تقل عن 50%. هي تأخذ الماء عشان تعيش عن طريق الرطوبة الموجودة في الجو، فتكون متواجدة في الأماكن الرطبة وفي الأماكن معتدلة درجة الحرارة، وتكون مستوطنة في الأماكن اللي فيها مفروشات زي غرف النوم مثلا. طيب الفرق الفراش عندنا، يعني ما هي معدلات تغيير الفراش أو غسله حتى لا يصاب الشخص بالميكروبات والجراثيم؟ طيب ممتاز. طبعا طرق الوقاية من عثة الغبار هي من خلال تجنب التعرض لها قدر الإمكان. إما طبعا يوجد فيه أغذية أو أغذية مفارش مضادة للحساسية أو مضادة للمسببات الحساسية، ومن ضمنها عثة الغبار. ينصح بشكل عام بغسل أغذية المفارش بشكل أسبوعي بدرجة حرارة لا تقل عن 54.5 درجة مئوية لمدة ربع ساعة على الأقل. بشكل عام ينصح بالمحافظة على نسبة الرطوبة منخفضة في الأماكن عالية الرطوبة، وأيضا استخدام المكانس اللي لديها قدرة على تنظيف مثل هذه الحشرات. هل حساسية الغبار تعتبر خطرة على حياة الشخص؟ طبعا المثيرات الحساسية بشكل عام قد تسبب ردة فعل خفيفة أو قد تسبب حساسية شديدة. وهذا يختلف على حسب نوع الحساسية اللي ممكن أن يحدثها، سواء حساسية أنف مثل حدوث سيلان في الأنف، انسداد في الأنف، حكة في الأنف، أو حساسية أو ربو أو إثارة لنوبات الربو للمرضى المصابين بالربو، ممكن يؤدي إلى ضيق في التنفس، كحة، الصفير، الآلام في الصدر وغيرها من الأعراض هذه. هل مع يعني العواصف الرملية لما خفت عندنا، هل تعتقد أنه أيضا أزمات التنفسية والأزمات الربو خفت عندنا أيضا؟ قد تكون مرتبطة مع العواصف الرملية فقط، لكن طبعا العواصف الرملية أحد مثيرات الربو. احنا نعرف مثيرات الربو لو بنتكلم عنها، احنا نعرف أن أكثر من 80% من مثيرات الربو هي نوبات الزكام أو الإنفلونزا. ربما العواصف الرملية تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة، نعم. وهي أحد يعني مثيرات الربو. اللي عنده حساسية، عندي طفل الآن حساسية الربو أو حساسية الغبار، كيف أعرف أنه طفلي لديه حساسية غبار؟ من خلال طبعا التاريخ المرضي للإنسان والفحص السريري. غالبا المرضى اللي لديهم حساسية عثة الغبار عندما يتعرض للمحسس تخرج عندها أعراض الحساسية. إذا كانت حساسية في الأنف يكون عنده إما عطاس، سيلان في الأنف، انسداد في الأنف أو حكة في الأنف. إذا كان عنده حساسية في الصدر يكون عنده ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس أو يشعر بثقل على الصدر أو يشعر ب أو أو يشتكي من كحة أو ألم في الصدر. نعم. طبعا التاريخ المرضي يساعد يساعد على التشخيص، لكن لابد من وجود فحوصات خاصة لمعرفة المسبب. إذا كان مثلا نقصد بها عثة الغبار. عثة الغبار لها فحوصات خاصة، إما عن طريق مثلا تحت الجلد، إما عن طريق فحوصات من خلال الجلد أو عن طريق تحليل الدم. الأستاذ الدكتور سعد الشريف، استشاري الأمراض الصدرية والحساسية والربو، شكرا جزيلا لك دكتور.